حلال يعني ازدواج يعني لقوا دروز نية على والمحرمات بالنصيب نص واتبع آيات يعني بحديث 14 يعني شو هذا دانا سبع بن سبع حوت يعني بن سبع وهن الأم وإن علد يعني أم منزول أصلي إنسانة منزول تنهادا يقني أو يكلي يبوه إنسانة والكدع يقول يكانش بازوري بشيء السنوات والبنت وإن سفلت بازوري بالأخرى منزول ببنت فرعة فرع مؤنثة والأخت أختج ما بس حاشية بلا والخالة خالواتا خشكي دايك والعمة وخشكي باوك وبنت الأخي كشي برا وبنت الأختي كشي خشك يعني خشك زع أمانة واثنتان أو اشتكتر جاء أم حوتا بنا سبن كما ديار بالنص أي بالنص القرآني من سورة النساء خوتي بالنص سنة شجريته رمى بالنص القرآني لسورة النساء وستأتي مجزأة في مواضعها مثلا بكل إلافة من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أم جارت دوايا وفرمين يعني ديار أبدين آياتك أمهاتي تيايا وبناتي تيايا مدوان وأخوات مسيان وعماد مشوار وخالد مبين جو بناتي أخا مششو بناتي قد أحدك واثنتان بالرضاع دواني برضاع حرام بن شن خايف قولة فرمية الأم المرضعة دايك كشيري داب إنسان والأخت من الرضاع وخشكك لا يعني شيرة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يعني ما بنص حرامة داي قال أو داي كانتها لس حرامك شي دا بيتان أو خش كانتها لا بلا سبيل الله أو بونة خش كتان أماوة وأربع بالمصاهرة وشوالي بمصاهرة اللي تان حرام بوا مصاهرة يعني بازدواج لكي أم الزوجة دايكي جن دو هم والربيبة ربيبة يعني كتي جن جنكي كابرا بيو جنكي مالا كردوا بيوجنا بكشكي لقلايا بلان حرب معركتناك نعم يعني مثلا قريتان عفلت يق معركة حرب محزي معركتناك دايجي كلي حرام به بلان بو اويكا اقر جنيق معركة كشكي حرب معركتناك حرام نابي بلكو إذا دخل بي الأمي أبي دخولي بلايكا كي كرد بي جاع وقت اللي حرام به وأمز وزوجة الأبي جني باوك يعني مثلا قر باوك جغل دايكا جنيكي تري معركة يتر لتو حرامة وزوجة الابن أم جارة جني كر يعني كعبة أبوك على ثبت حرمة زوجة الأب قول تعالى كفرميت ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء يعني بو آية كفرميت نكاح ما كان ويكباوك نكاح كلو لجنان أو حرمة ليس عبد أبي وثبت الحرمة غيرها في قول تعالى فرميت وأمهات نسائكم يعني دايك كاني جنا كانك خسوتان والربائبكم ربيبة كانتان يعني كشيشنا كانتان ربائبكم اللاتي في حجوركم أو ربائبيك تحت تربية وقرأ لقرن من نسائكم اللاتي لأوجنانتان ودخلتم بهن دخلتان فيها كردون فإن لم تكونوا دخلتم بهن أجد دخلتان فيها كردويتن فلا جناح عليكم يتقناح تاناقاتي مثلا أجد خويتان طلاق داوك شكي بيرن وحلائل وابنائكم وحلائل جمع حليلية يعني جن يعني جني كركانتان كان كر الذين من أصلابكم ويبقى كر واقع إخوتان اللي بشتي إخوتان نكسي بدن بر كربيتان بكر أولا ربائي جمع ربيبية وهي بنت زوجة دخلتم بهن كناية لجمع جناح يعني حرج حلائل جمع حليلية وكوية زوج أصلاب أي من النسب لا من التبني كما كان في الجاهلية أما واحدة من جهة الجمع ودانيك تلك حرام بيل الروانقي جمع أو حرام وهي أخت الزوجة كأوج عبارة لخشكي جن شوف قال تعالى فرمت وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقال وأن تجمعوا يعني وحرمت عليكم أن تجمعوا بين الأختين حرام قال ومثلا الزواجة دو خشك بيكو كوكن ما قال ويك لو بالقزلال تازي يعني مثلا لو برهات وكابرا يشتعم حكمنهات ودو خشي بيك وجنيب وبيت هزاوة وناحي لسرنية ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
وخوکردنه حاصل نابه لبینی جنو لبینی پوریا که خشکی بالکتی و هر و ها لبینی جنو لبینی خاله یا که بت خشکی دایی یوش حدیثی لسره اجاب خالی روایتی کدوه که باله الله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني كواتا لمتنكا وقرن نفسي حديثك هنا بواية ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هرخدي نفسي حديثك أم جدوية وفرمية ويح ديارة أو عنيك اللي كان يشيره لإنسان حرام ابن تنال نفسك دايك وخشك ذكر كريها برا أنثر منه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب باشا حرام بين الرضاع ويك حرام بين النسبه واعتهر شيء لنسبه حرام بين للرضاع شو حرام مثلا إذا كان فوز رخ علي نسبي عمي نسبي أو أنا قشتي حرام خشك زي نسبي حرام أما قشتي دايكي نسبي مثلا خشكي نسبي داي للروانقي أو الشواء خسوي نسبي ما سوا فسك سامن ضلين أو خسوم كمحرميتي هي أجر فردان جنيك الشيري دعا بخزان أو يجر حكم خسومي هي آوائي بويا علي روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة رضاعة حرامك أويك لولادة وحرام لنسبه ولرواياتك إتلاك لأي بخاري هيا ومسلم لابن عباس ورزاي خوايا لبير وتيانا الشي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة كشي حمزة كابيت عموزاي في غمر فرمي لا تحلوا لي بوم حلال نية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخر حمزة نية حمزة على غيره كما عمل في غنبرة براي شيري شيري باشا هات كان شيري جنة كان خارده كحليمي سعدية لبراوة فرمي حلامية بو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الرضاع حرام ويك حرام للنسب وهي هي بنت أخي من الرضاعة أما كشي براما لشيري يعني كشي أو كسيك كسك براي شيري وترد المرأة بخمسة عيوب تلما شديت لها وجن رد كريتا وبفينج عيب يكيك بجنون دوهم بجذام كقول ليها سيهم ببراس بلاتي والردقي بويكا نرماي بقوشت يعني ناو فرجي داقير كريه بقوشت دي جي ذكري نبي يكيك بقرن يا قرن إسقاني تيابي لبري إسقان جيجي جماعي نبي قال المراد بالرد أنه يثبت لزوجي خيار فسخ عقد نكاحي يعني زوجته أنين نكاحك على وشانته هنا أخوة قرقبوا إيجيكا كسكاري فينيا ولا مهر عليه ما ليش لسني حينئذ والجذام إن يقرأ قيل هو مرض يحمر منه العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر وكان أخوة شيكي وايا لأول عزوة كسولة بيته دوايا الرشا بيته دوايا ويتقطعون تيكا تيكا قطع قطع ويتناثر أمجا حلواري بدل برسية برس وبيال شديد يبقع الجلد يبقع الجلد ويذهب ضرب سبيعتك شديدة مثلا بيسك شلشلعك بين بينيك ويذهب دم ويا ويذهب دموميته يعني خوانا يبونك لبين به لا دمويته دموي أغر مثلا بس كخوي نوعك سولاتي أو سولاتي نهاري ردقش انسداد محل جماعة بقوشت قرن انسداد محل جماعة بعظم يعني بأسقال روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفال جنك إلى قبيلة غفال ينابه فلما دخلت عليه كشوبلين رأى بكشحها بياضا بلاك لكيوك بياضي بيني فقال إلبسي ثيابك وإلحقي بأهليك فرميها صليباس كان كبير بروب مباوك وقال لي آلي هابا لك دلستم علي يود تدليس تان قدروت على قمن كذا روى البيخيم الرواية ابن عمر رضي الله عنه الكشح الجلب من لا كذا والمراد بالبيار المرس وقيس الباقي عليه ظلم وقوى هذا الحديثاء
أم حديثين؟ قلت لما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنهما قال أيما رجل تزوج امرأة هل تيابك جنك ما ركرك صفتي جنكاو بها جنون أو جذام أو برس وفي رواية أو قرن فمسها فلها صداقها كاملا فمسها يعني هو بغي نزكي لك أقول قرني بغي جاي نزكي شيني برحل نوعك مس شاهد سمعنا جماعة شدين أقول صداقك هي كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها صداق بوجنك هي بلان هر عيني أو صداقك بياوك إذا بوجنك غرامة بو ميردك لسر وليك يعني أبي وليك أو ماري ببجيري بو زاوك لكواتا أيوش كواكشك ولينا من يوقيت ويرد الرجل بخمسة عيوب بياو يرد قدوب بينج عيب بالجنون والجذام والبرص والصيانة والجب والعنة جبوا زكري بالرابع النجويك دعبك الراس نبيته الجب قطع الذكر والعنة عدم القدرة على الوطء لعدم انتشار الذكر يعني الذكر منتشرنا يبلعنا هاته الناس يعني وثبت خيال الرد للزوجة ثابت بخيال الرد بو زوجة قياسا على ثبوته للزوج من كبو زوج ثابت بو ولكن العنين يؤجل سنة من حين رفعها الأمر للقضاء ولم عنين وكسيك الزكري الرازنا بيتوا مولتي صالك بودان ذلك لو كاتوك وآفرتك أمرك بقزاع قياني عبات محكمة فهي زي صالك بودان ممكن قراني فصول تأثيري ببيع فصلك على قرار فإن لم يحصل الوطء خلالها أقل خلال أو سنة وتحصلنا ثبت لها حق الفسخ جنك حق فسخ بو طياء بي لأن ذلك قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول شن شاهد أو عنينا أو عنيا لبر علتك بك علة تبروا باختلاف صعب فصل ولما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن امرأة أتته يعني فيها جنية شوبلاي ابن عمر يعني ولا أحزى عمر نقول أيها فأخبرته خبر دعوتي أن زوجها لا يصل إليها زوجك فيه وصلنا به فلا يصل إليها يعني بيناش يعني مثلا جماع بناك به فأجله حولا حول صالك ياوتي فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيرها وقتك صالك تواب بياوها الدس رسيب يانك البجنك أنجع عمل جنكي مخيرك كعايا أمينيتو يانا أمينيتو كيف أخوته فاختار بنفس عائته خوي هاو فشعب جنك خوي بلاوة مهم بو ففرق بينهما عمر تفريق قسط بينان وجعلها تطليقة بائنة وكردي بطلاق بائن يعني طلاقي دابة طلاق بائن وجعلها مطلقة تطليقة بائنة موفق بشرط بائن يعني مكرد نعم بائن أويك وقبلين بلابر عيوزع به بائن أويك لبلابر رجعية رجعي أويك فيها وكبش نقرأ أنت طالق الناوي هي جنابة دوايا وحق الرجوعي هي تواني خوي ببيجنك مراجعة بجنك كاتو طلوا الرجوع مكدو بخيزان طلاقي خاصو طلان بائن لبينونا بينونا يعني نوع فاصلة لبين جنك وفيا وكا بوجود دي يتر فيا وكا يكترفنا تواني طلاقي خاصو دو طرفية بميلي جنك الشيقرك دو بارجنا إذن با كان بتواني ماريكاتو